الله وبركاته. دي مشاركتي في المؤتمر الدولي الأول مدن المستقبل في الجمهورية الجديدة رقمية ومستدامة بتاريخ 27 فبراير 2022 في المركز القومي لبحوث البناء، وكانت كلمتي عن تخطيط المدن الذكية في عصر ما بعد كوفيد 19. أنا اسمي عمر سليم، متخصص في مجال البي اي ام، ويعني قلت أسجل الكلمة تاني أعملها تاني بحيث إنها يعني كان وقت محدد، فممكن يكون في كلام كتير متقالش، فاحنا ممكن نسجلها دلوقتي وان شاء الله يعني اسال الله ان تكون كثيرة المعاني قليلة المباني، وان يجعلها صنعة من حبة لمن طب انه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ باسم الله. ان الاحداث العظيمة اللي بيمر بها العالم بيكون لها التأثير العظيم على الابتكار والتطوير. فالحرب العالمية الثانية مثلا نشأ منها تطور كبير في صناعات الطاقة، يعني رغم الحرب حاجة سيئة وحاجة نتمنى إن ربنا يجنبنا الحروب، وحاليا روسيا بتحاصر أوكرانيا، ويعني نسأل الله إن الأمور تتم على خير، ما حدش يموت يعني. وأيضا يعني حرب أكتوبر نتج منها الاهتمام الكبير على مستوى العالم كله بالاستدامة والطاقة الشمسية، نتيجة إن دول الخليج منعت تصدير البترول، بدأوا يحسوا بالمشكلة. كوفيد 19 كان أثر واضح على تطور العالم في حاجات كتيرة جدا زي المدن الذكية، أو أثر في مش المدن الذكية بس، أثر مثلا الناس بدأت تهتم بموضوع الروبوت بحيث إن يقدروا يستعملوها ويكون في تباعد. الدرون تقدر توصل حاجات لأماكن عالية وبعيدة. إنترنت الأشياء الناس بدأت تهتم بيها. ففي حاجات كتير جدا ما كانش يعني ما بقولش ان هو اخترعها، بس اصبح فيه اهتمام وفي تطوير كبير جدا فيها. كانت في حاجات موجودة بس لا اسعارها ما كانتش مناسبة، فلما جت بقى الجائحة بدأ الناس يهتموا بيها. المدن اثرت اصلا بالثورة الصناعية الاولى والتانية، ان في مثلا صناعات موجودة وفي مصانع ففي ناس كتيرة اتأثرت جدا، وناس كتيرة بدأت تروح للثورة الصناعية، وأصبح في زيادة سكانية رهيبة وهجرة الملايين من الريف للمدن أثر كبير. وفي كتاب الحمى والوباء إن الحمى والوباء إن المدن تطورت كثيرا عن ما كانت عليه في الماضي. كانت شوارع المدن أثناء الثورة الصناعية مرتعا للعدوى والأمراض، ولا سيما في لندن ونيويورك. لاحظت حاجة غريبة جدا في كوفيد 19، ناس كتيرة بدأت تهجر المدن، وخصوصا في إيطاليا وفرنسا ودول كتير في العالم، بس دول كان أكثر مدينتين ممكن الواحد يلاحظ فيهم الموضوع دوت. بدأوا يهجروا المدن باريس وروما ويروحوا يتجهوا للريف. ليه؟ فرصة إن أنت تتعرض لحد مصاب أقل بكتير، والمسافات البينية بين الناس أقل بكتير، أدركوها بالفترة بتاعتهم. احنا ممكن نقعد نتكلم فيها حسابيا ورقميا وإحصائيا، لكن هما في فترتهم وصلوا للقصة دي وبدأوا يبعدوا عن المدن ويعتزلوا الناس. ولو جينا نبص على فكرة إن المدن بيقعد حاليا فيها أكثر من نص سكان العالم، وهي مراكز رئيسية للأنشطة الاقتصادية. عام 2019 كان حوالي 55% من سكان العالم يقيمون في المدن، والنسبة دي ممكن توصل ل 68% بحلول عام 2050. وفي المنطقة العربية في عام 2019 كانت نسبة سكان المدن إلى إجمالي عدد السكان في المنطقة العربية 2019 كانت توصل ل 50%، وهي أعلى من المتوسط العالمي. اللي احنا لقيناه ان التواصل الحضري السريع بيجعل المدن اكثر تعرضا لسلسله من التحديات المتعلقه بالنمو والقدره التنافسيه والاداء وسبل العيش. بما في ذلك ضغوط محتمله على الخدمات والبنيه التحتيه. المدن اصبحت لا تكون ذكيه، يعني في شرط اضاف لكل الشروط اللي هي خاصة بالمدن الذكية، اللي هو شرط إنها قادرة على التصدي وتقليل حجم الفيروسات والكوارث. ففي ليلى مكي مديرة مركز التصميم الحضري والصحة النفسية بتقول
إن المدن لن تصبح مستدامة وقادرة على الصمود في وجه الجوائح إلا إذا صممت من منظور صحي. عام 2014 مصر أطلقت برنامج التخطيط والتصميم الحضري والاستراتيجي، هو برنامج مشترك بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة النقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى تحسين وإلهام ممارسات التخطيط الوطنية المتعلقة بالمرونة الحضرية وتخفيف مخاطر تغيير المناخ، بالإضافة لتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ممارسات التخطيط على المستوى الكافة. طيب، عشان نقسم تأثير الكوفيد 19 هنقسم لأربع أقسام. القسم الأول على مستوى المبنى، والقسم بعد كده على مستوى الحي، بعد كده على مستوى المدينة، بعد كده على مستوى الشبكة الحضرية. طيب، بالنسبة لمستوى المباني، أزمة كورونا نبهتنا إن في مشكلة كبيرة جدا في المباني، إن المباني بتاعتنا ممكن تسبب لنا في أمراض. يعني إحنا لو قعدنا في المبنى بتاعنا مدة طويلة ممكن يجيلنا أمراض، لأن في متلازمة المباني المريضة الـ SBS. طيب، سبب المشكلة دي إن إحنا معتمدين تماما على التبريد والتدفئة الصناعية والأجهزة الكهربائية. ده نتيجة ايه في التصميم؟ نتيجة ان في بعض انا مثلا كنت شغال في مبنى ما كانش ولا شباك، كل واجهات ازاز، الواجهات ما تفتحش، هو عامل شكله شيك جدا ومنظره حلو قوي، لكن هو غير عملي، ما تقدرش تقعد فيه. فهو صمم ان المبنى يبقى تيجي تنام فيه طول اليوم شغال، تيجي تنام فيه، هو مستودع بشري، لان نظام الحياة المعاصرة قائم على قضاء اوقات اطول خارجها، عكس بيوت زمان. بيت أبي الذي كل خطوة فيه أو كل حجر فيه له معنى. ده احنا كلنا مباني مترصة جنب بعض، والمهم ان هو ايه، يبيع ويخلص. طيب، لما نيجي نبص على ان المبنى يبقى لائق ان انت تعيش فيه، هتلاقي في ثلاث شروط بسيطة جدا حق لكل انسان: التشميس، الشمس، والتهوية والاضاءة. مش متوفرين تماما في المباني اللي هي القانونية او الوحدة تصريح او البلد تبع الدولة، اما البناء عشوائية فاكيد ما فيهاش الشروط دي خالص ولا المواصفات دي. فاحنا محتاجين ان احنا نراجع مواصفات ومعايير هذه الشروط، وازاي ان المباني القديمة اللي عملها الفلاح المصري والعمل المصري فيها الشروط دي كلها. طيب، ناخدهم كده شرط شرط عشان نشوف هل الكلام ده صحيح ولا لا. بالنسبة لشرط التشميس، لوحظ انه منعدم او ضعيف في اغلب المساكن او المباني، رغم ان البيت اللي بتدخله الشمس اللي يدخله الطبيب. وعشان نحقق الشرط ده لازم تكون واجهة من الواجهات على الاقل مواجهة في اتجاه الشروق او غروب الشمس، ويجب احترام علو البنايات المتقابلة وفق قاعدة علو البناية اقل او سواء عرض الطريق. ما ينفعش يكون في ابراج وانا ساكن جنبيهم فالشمس محجوبة عني طول اليوم، لازم يكون في مسافات بحيث ان الشمس لازم تدخل للجار. وده من الحاجات الكتب الفقه في الاسلام وضحت الموضوع ده، ان شاء الله افتكر احط كتاب في وصف الفيديو. اما بالنسبة لشرط التهوية فهي ايضا ضعيفة في نسبة كبيرة من المساكن نتيجة الاعتماد على التكييف. ومشكلة المباني العالية مش هينفع يفتح فيها شبابيك، لان الضغط والهواء والقصص دي كلها مبتبقاش التنفس طبيعي، مبقاش طبيعي، بيبقى فيه مشاكل، زي اي حد بيطلع جبل مثلا فبيبدأ يحس بالاختراق. ودلوقتي في مباني يعني 1 كيلومتر، والدوائر الطبيعية بتحقق بتوسيع فتحات البيت وان توفر جميع مكونات البيت على هذه الفتحات. وبالاضافة لشرط الاضافة، هناك نقص في الاضاءة الطبيعية وعليها واجب بالاضافة لاحترام العلو وتوفير بهو خلفي. وبالنسبة للمساكن التي توفر على واجهة واحدة واستعمال النوافذ الكبيرة ذات الزجاج المزدوج كوسيلة للعزل الطاقي والعزل الصوتي. كمان نبهتنا أزمة كورونا إن حجم السكن هو مشكلة حقيقية، فلازم نضيف شرط رابع على أساس إن الأسر الموجودة في الحجم الصحي ما تعانيش. في شرط رابع لشروط السكن اللائق اللي هو المساحة، بحيث يجب ان يكون المسكن صالحا للقضاء اطول مده داخله دون الشعور بالازدحام والملل، وان يكون كافيا لمزاوله التمارين الرياضيه والدراسه واللعب بالنسبه للاطفال. يعني المبنى اللي ما ينفعش ان احنا نلعب فيه استغماية فده ما يبقاش بيت، لازم يبقى فيه امكانيه ان احنا نلعب فيه، ده من حق اي طفل.
وقد ظهر خلال أزمة كورونا أن مساحة البنات المحدودة هي العائق الأساسي اللي كانت تعمل بكل طاقتها، ولذلك كان الحل الوحيد هو تخفيض عدد المستخدمين لها وزيادة عدد المصاعد في المباني المرتفعة، بحيث إن إحنا ما نضطرش نركب 4 5 6 في قلب سانسير. 4 5 6 ده رقم صغير، أنا عارف ساعات بنوصل ل 20. وبناء درج سلم إضافي للسكان لتفادي التلامس مع الآخرين والاقتراب منهم خلال صعود السلم أو النزول منه. طيب ده بقى بالنسبة للمبنى. لو رحنا بقى لمستوى الحي، فمعلوم انه في السابق كانت المدينة بتتقسم لعدة أحياء، كل حي كان فيه تماسك اجتماعي. كان في مسلسل كده سوري اسمه باب الحارة، عملوا منه مش عارف أجزاء كتيرة، يعني الاحتلال الفرنسي ندم ان هو احتلهم، طبعا خلاص نفسهم يعني مش بس الفكرة كلها اللي انا عايز اقولها ان فكرة ان انت كل مكان يبقى ليه باب معين والناس تدخل منه وتخرج منه، ده يعني بيخلي فيه ترابط ان الناس كلها عارفة بعض والناس كلها. انما حاليا انا ما اعرفش حد مثلا في العمارة اللي انا فيها لسه، انا الجديد ما اعرفش لسه حد. فهي دي كانت من المزايا ان احنا نقسم المدينة لاجزاء، وبحس ان احنا وكل جزء فيه المرافق الخاصة بيه والخدمات الخاصة بيه، وده بيديها نوع من انواع الاستقلالية عن باقي اجزاء المدينة. ده مبقاش موجود في المدن الكبرى، فعشان ده بيساعدنا ان احنا نضمن عدم انتشار العدوى ونحن نقدر نسيطر عليها، وده يقلل عملية التنكر عبر وسائل النقل المختلفة. يعني لو كل واحد قاعد في المنطقة بتاعته مثلا، فتلاقي ان الفيروس ظهر هنا ما انتشرش بسرعة. انما لو انا مضطر عشان اخلص كل حاجة او اعمل اي حاجة اقعد الف على كل الحاجات، تضيع وقت وفلوس وانتقال الفيروسات والحاجات دي كلها. ولازم يكون في تشجيع للمشي والدرجات الهوائية ووسائل النقل العام الآدمية، خلينا نحط الآدمية دي. طيب ده على مستوى المدينة. احنا لقينا في أزمة كورونا ان اكبر المشاكل هي العشوائيات والكثافة السكانية المرتفعة، فلازم احنا نعمل على المحاربة للبناء العشوائي ونحول العشوائيات دي لحاجات منظمة، ونتحكم في الكثافة من خلال العمل على تعدد مراكز المدينة بدل ان يكون للمدينة مركز واحد، ونشر بعض المرافق في اطراف المدينة كالمركبات الرياضية والجامعات واسواق المساحات الكبرى. ويجب ان تحلل المدينة بالمرونة الحضرية ومضاعفة نسبة الاراضي غير المبنية، دي مهمة جدا ان احنا يبقى في مساحات واسعة غير مبنية ومعمولة كمثلا منتزه او ناس تتمشى فيه. بس هتفيدك جدا لو حصل اي مشكلة ان انت تقدر تحط مثلا المرضى او تعمل مستشفى، زي ما حصل في السيتي، شفنا مثلا مستشفى بتتبني بسرعه في مكان فاضي، فده اللي احنا بنتكلم فيه. فاحنا عايزين نخلي مساحه الارض المبنيه في حدود 20% في مختلف انحاء المدينه، وان تكون على شكل مناطق خضراء ومنتزهات وحقول للزراعه الحضريه. ده هيساهم كتير جدا في مواجهه الكوارث الطبيعيه خصوصا الفيضانات، وكذلك في جوده الهواء. في ألفيس جارسيا الخبير بالصحة العامة والمحاضر بكلية هارفارد للتصميم بيقول إن احتمالات انتشار الأوبئة تزداد في المناطق التي تفتقر لمرافق الصرف الصحي أو المياه النظيفة. فاحنا عايزين نعمل مدينة يكون الأساس فيها أو الحجر الأساس فيها هو الإنسان، يعيش فيها السكان ويكون في مشاركة مع المجتمع كبيرة جدا. يكون المدن الذكية، عشان تكون ذكية لازم يكون في تشارك. في برامج بتبقى خاصة مثلا بكل مدينة لوحدها بيعملوا تصويت هل نعمل المشروع ده ولا لأ، والناس كلها تقدر تتعاون. هو تطبيق على الموبايل بيجيلك يقولك احنا معانا مثلا 4 مشاريع، اختار 3 منهم، فتدوس تختار 3 مشاريع اللي انت شايف ان هم الأهم دلوقتي. هل نعمل مثلا مستشفى ولا نعمل مدرسة ولا نعمل جامعة ولا نعمل الطريق دوت ولا منعملهوش. فتخيل ان انت اللي اخترت ايه المشاريع اللي موجودة في بلدك باسلوب سهل جدا وبسيط. طيب على مستوى الشبكة الحضرية، يجب ان تتراجع السياسة الحضرية داخل البلد الواحد عن خيار المدن العملاقة والمدن الكبرى، لان صعب التحكم في انتشار الوباء داخله عكس القرى والمدن الصغيرة والمتوسطة. حتى خيار المدن الكوكبية او تلك التي تنتشر في ضاحية المدينة العملاقة المتروبولية هو خيار لا يجدي ايضا، لان نسبة كبيرة من ساكنيها تتنقل يوميا للمركز الكبير من أجل العمل أو الدراسة أو التبضع. وبناء على ذلك فإن الحل الاستراتيجي هو جعل الشبكة الحضرية تنتشر لتغطي أغلب التراب الوطني،
وبذلك سيكون هناك توزيع ديموغرافي متساوي نسبيا بين المدن داخل مختلف جهات الوطن الواحد، وذلك لن يتم إلا بتوزيع عادل لفرص التنمية بين جهات الوطن، أو من خلال منح حوافز وتمويلية للمقاولات التي تستثمر خارج الأقطاب الكبرى. على سبيل المثال، مدينة ووهان اللي ظهر فيها الفيروس دي كانت من أكبر مدن كثافة للسكان في وسط الصين، وأيضا مدينة نيويورك كانت أكثر مدن تضررا من فيروس كورونا المستجد، دي من أشد المدن اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة. فلازم نهج التصميم الحضري يدمج كل المعلومات اللي بتنتجها الأجهزة الإلكترونية في نظام المعلومات الإقليمية، ده هيتطلب رقمنة البلدان اللي تنتج فيها. من الدروس المهمة اللي علمنا إياها الوباء إن عملية تصميم المدن وتخطيطها وتطويرها ستحتاج إلى إعطاء الأولويات للصحة العامة وتبني التكنولوجيات الرقمية لتقديم الرعاية الصحية واستهلاكها بشكل فعال وشامل. أحسن المدن الذكية هي اللي الناس بتختار إنها تعيش فيها، مش عشان هما شغالين فيها، لكن لأن هما حابين إن هما يشتغلوا فيها. طيب ازاي نقدر نعمل كده؟ ان احنا نقدر نستفاد من التكنولوجيات المتقدمة، لا سيما تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة. يمكن ان تكافح المدن جائحة مثل كوفيد-19 باستخدام ادوات غير مسبوقة لبناء بنية تحتية ثابتة وقوية لتحقيق القدرة على الصمود، فمثلا تكنولوجيات الذكاء الصناعي وانترنت الاشياء والبيانات الضخمة والروبوتات المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والطباعة ثلاثية الابعاد والتقنيات الملبوسة. التقنيات الملبوسة اللي هي القميص متصل بالنت، القميص نفسه متصل بالنت، دي بتوفر لنا الأدوات الإلزامية لتوفير طائفة واسعة من الحلول المحتملة لمكافحة الجوائح والتعامل مع أثرها الاجتماعية والاقتصادية. ويمكن أن تكون الحلول الرقمية الذكية مهمة من خلال تطبيقات الإدماج الحضري، فيمكننا مثلا الهاتف المحمول والخدمات عبر الإنترنت تتيح لجميع المواطنين الوصول بما في ذلك آنيا ولحظيا إلى بيانات المدينة المسموح استخدامها، ولذا تم جمعها من مصادر مختلفة مع مراعاة خصوصية البيانات وحساسيتها. كذلك تربط التكنولوجيات الجديدة الناس بمصادر معلومات وفرص كتلك المتعلقة بالخدمات العامة والتدريب على المهارات والأسواق والوظائف والحقوق القانونية. وعليه وعلى ذلك يمكن أن تيسر هذه التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكم الرشيد وتعزز التفاعل مع المواطنين وترفع كفاءة الخدمات العامة، ما يؤدي إلى في نهاية المطاف إلى تحسين قدرة المدن على الصمود والاستدامة. لقد صعد استخدام الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة في التتبع الأشخاص في العديد من البلدان مما ساهم في التقليل من انتشار العدوى. فمثلا السلطات الصينية استخدمت تقنيات الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة عشان تجمع بيانات آنية عن موقع الأشخاص اللي زاروا سوق ووهان بورة انتشار الجائحة، وطبعا كانت متوصلة بكل الموبايلات المحمولة. وسنغافورة أطلقت تطبيق اسمه تراست توجذر لحد من الانتشار لأنه تتبع الفيروس، ويقوم هذا التطبيق بتبادل إشارات بلوتوث قصيرة المسافة بين الهواتف المحمولة لاكتشاف المستخدمين. الآخرين للتطبيق عندما يكون على مقربة بعضهم من بعض وتخزن البيانات التي جمعت واستخدم في الهواتف في المحمولة لمدة 21 يوم. وزارة الصحة هذه البيانات تحديد قائمة الاتصال مع شخص مصاب وترسل لهم رسائل تحذيرية. وبرضه الحكومات العربية استخدمت بعض التطبيقات وأجهزة تتبع المخالطين القائمة على الموقع لرصد الأفراد اللي سبب اصاباتهم والحد من احتكاكهم بالإنترنت بين الآخرين، زي مثلا الحصن في الإمارات العربية المتحدة، واع في البحرين، وتباعد وتوكلنا في المملكة العربية السعودية، وكالتنا في المغرب، واحتراس في قطر. الصين وبريطانيا استخدمت كاميرات حرية عالية الدقة قائمة على الذكاء الصناعي مصممة على إصدار إنذارات في مسح الأماكن عن الأفراد المحتمل إصابتهم، واستخدمت الروبوتات في الصين لتوصيل الأطعمة إلى غرف المرضى والإمدادات الطبية داخل المستشفيات لضمان التوصيل دون تلامس، واستخدمت طائرات بدون طيار على نطاق واسع لرش المعقمات في الأماكن العامة في أسبانيا والصين وهندرس، ولتوصيل البقالة إلى مناطق الحجر الصحي في أستراليا
ولا تقييد حركة المواطنين في بعض البلاد، واستخدام تكنولوجيا نظام تحديد المواقع الإعلامي GPS باستخدام خرائط تفاعلية في ألمانيا وبريطانيا وبولندا وسنغافورة والصين. ودي سلامنا بأن الأوبئة ستصبح جزءا من حياتنا، يرى جوهان وولتجر من كلية الهندسة المعمارية والمدن بجامعة ويستمنستر. إن أمر الضرورة أن تكون المدن أكثر قدرة على اتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمات، مثل إقامة مراكز صحية ومساكن مؤقتة بسهولة ويسر، وتخصيص مساحات في المدن لهذا الغرض. إن أفكار المدينة الذكية الصحية تتناغم مع أفكار التنمية المستدامة في كثير من النقاط، مثل الحصول على المياه النظيفة، ضروري لغسل اليدين بانتظام، وللنمو الاقتصادي، إنشاء بنية تحتية للرعاية الصحية وتخطيط المدن، والصناعة والابتكار والبنية التحتية لضمان الوصول للإنترنت لجميع المجتمعات بحيث يكون إبلاغ للجميع، وهذا يمكن يساعد في التخفيف من حدة الآثار السلبية. المدن والمجتمعات المستدامة حاسمة للحد من التعرض للفيروسات، لأولئك الذين يعيشون في الأماكن المزدحمة أو الذين يحصلون على الخدمات الأساسية. العمل المناخي يتعلق استراتيجيات تحسين جودة الهواء بالحاجة لمعالجة الظروف الصحية الموجودة مسبقا، مثل الأمراض غير المعدية والتي تم تحديدها كعامل رئيسي في حالات كوفيد الأكثر خطورة، ودي أهم النقاط الموجودة في خطة 2030. طيب التوصيات، إن احنا نبدأ بفكرة واقعية عن المكان اللي احنا عايزين نوصله. في عدد كبير جدا من تعريفات المدن الذكية، مفيش اتنين زي بعض، فلازم يكون في وضوح للأهداف العمرانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو أهدافك الأخرى بالتفصيل. مش لازم أو ممكن نخليها واي، أهدافك العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وأهدافك الأخرى بالتفصيل، ويكون في ميزانية وخطة للمشروع. ولازم تاني حاجة يكون في بنية تحتية، شبكة خاصة بينا بالطريقة الصحيحة، يكون في بنية تحتية ويكون في انترنت اوف ثينجز مرتبط بيها قابل للتطوير والتحكم وآمن حسب التصميم. ضع في اعتبارك انك تبني الاساس لجميع تطبيقات الاتصال بين الحكومات، ومن مواطن الى مواطن، ومن حكومة الى شركة، ومن مواطن الى الدولة، ومن آلة الى شخص، ومن آلة الى اخرى. يجب تبني البيانات المفتوحة عن الممارسات الحكومية المفتوحة. يمكن البيانات والمعلومات من الحكومة ومصادر أخرى أن تساعد في حل القضايا المدنية وخلق آفاق اقتصادية جديدة. يجب تحديد الحقوق والامتيازات التي تأتي مع البيانات التي جمعتها. ضع إدارة البيانات كطريقة لزيادة قيمة البيانات لكل من المنتجين والمستخدمين. يجب أن يكون المواطنون هم المبدعون والمهندسين المعماريون والحكام للتقنيات المستخدمة في المدن. هناك أمثلة من العالم على ذلك، مثل مشاريع DE كود و DECIDIM في مدن كبرشلونة وامستردام وهلسنكي، حيث يلعب المواطنون دورا كبيرا في تصميم وإدارة بيئات البيانات والبنية التحتية في المدن. وقامت DECODE على وجه التحديد بتجريب نماذج حوكمة مثل الصناديق الاستثمارية البيانات. يجب دمج المتطلبات الذكية في تطوير البنية التحتية الممولة من القطاع العام في قطاعات مثل النقل والرعاية الصحية والأمن والإضاءة والبيئة والطاقة والبناء والاتصالات. ركز على أهم منصب لك كمسؤول حكومي، تأكد من المعلومات. البنية التحتية يجب أن تكون لديك ممولة أو مبنية لسكانك، وعن تطبيقات الإنترنت متاحة للجميع. إطلاق وتعزيز الجهود عبر المجالات التي تشمل الصناعات والتطبيقات مثل النقل الذكي والطاقة الذكية وبرامج المنزل الذكي على سبيل المثال. يجب أن تتوفر استراتيجية شاملة للتنقل الحضري تشمل السيارات والحافلات والقطارات. يجب تحفيز البناء النظم البيئية وتعزيز الثقافة التعاونية. يجب أن ننظر إلى الصورة الأكبر لكن ابدأ صغيرا. تحديد المعالم والمقاييس المناسبة للتبع والتقدم ومقياس الأداء. قم بإنشاء إظهار متعدد المعايير يجمع بين الكميات الكمية والنوعية ومصمم خصيصا للأهداف المحددة لمدينتك. تواصل مع الآخرين، تواصل مع السكان باستخدام بوابات المجتمع ومنصات التواصل الاجتماعي، واطلعهم على التقدم المحرز من خلال جلسات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي. أخيرا، يبدو أن المدينة الذكية هي مدينة تستخدم تكنولوجيا لإشراك المواطنين بكفاءة وتلبية احتياجاتهم في حقبة ما بعد الجائحة. يجب أن نعطي الأولوية للتدابير الرامية إلى معالجة عدم المساواة والفجوات الرقمية التي تترك العديد من الفقراء والمدن الفقيرة وراءهم. يجب حماية خصوصية البيانات وشفافيتها. تصبح المدينة أكثر ذكاء عندما يستخدم المواطنون والمجتمعات التكنولوجيا للمشاركة في إنشاء بيئة يتم فيها حماية حقوقهم الرقمية وجعل مدنهم أكثر استدامة. وأخيرا، لقد علمتنا الأزمة أن المدن يمكن أن تفكر وتشعر بصورة جماعية
وفي هذه الأيام الطويلة التي نلتزم فيها بيوتنا، أدركنا ربما لأول مرة أن المواطنة تنطوي على التزامات وحقوق، واليوم في خضم مسألة تاريخية، فإن أهم التزام على الإطلاق هو إعادة التفكير في مستقبل. شكرا لكم، عمر سليم.